ده عمتكم بدرية اللي كنت بكلمكم عنها. خلاص يا بودي، خلاص يا بدرية، يا على الغربة يا محرم، خلاص يا بدرية، يا على الغربة يا محرم، يا بدرية، خلاص يا حبايبي، خلاص. يلا يا اولاد يلا عشان اوريكم اوضتكم. يلا. الله، مش هيسلموا على اولاد عمتهم؟ ودي عزت ودي فتحي، سلموا على اولاد خالكم. الله يكسفك انت واولادك. مالكوا في ايه؟ دي حركة احنا بنعملها هنا عادي واحنا بنسلم، بتدل على الاحترام والحب. حرام اسخة، عمرها ما هتنضف ابدا. ايه ده ابو ناسب، انت جيت؟ ده جوز عمتكم شاهين، ده اللي كان بيلعب جودو تحت. اه السهر رياضتي المفضلة، بس انا ضحضحته عدمته العافية. دول الكتاكيت الصغيرين صح؟ بس انت جايبهم ليه بلبس التمرين؟ دول الكتاكيت الصغيرين دخلوا في المود. ايوه يا سيدي، البركة في كتاكيتك. جاي يا عم عبدون، بقالك 3 ساعات حاطط راسك في التلفزيون. مش هيصلح خالص، عيالك خربوه. خربوه؟ وانا جايبك ليه؟ ده بيقولوا عليك في المنطقة المجنون. نطلع فاصل يا جماعة، نطلع فاصل يا جماعة، نطلع فاصل يا ولاد العفريتة. عجبتكم الأوضة؟ أنا عارف إنكم قلقانين وخايفين، وعارف برضه إن صعب عليكم فجأة تسيبوا اليابان اللي طول عمركم عايشين فيها وتيجي تعيشوا مع أبوك اللي ما تعرفوش أصلا. أمينة كانت تحكي لنا عنك. أنا مش عايزكم تقلقوا ولا تخافوا، وإن شاء الله هتعيشوا هنا زي ما كنتم عايشين في اليابان بالظبط، ويمكن أحسن كمان. ولو احتاجتوا أي حاجة قولوا لي. محتاجة لأمنا. ما أنتم هتشوفوها يا مصطفى، هتكلموها وقت ما أنتم عايزين، وبعدين ممكن نبقى نروح نزورها، وهي ممكن تبقى تيجي تزورنا. وبعدين أنا بحبكم وبخاف عليكم زي ساكورة بالظبط يا حبيبي. ها؟ يلا بقى نتعشى. أكلنا في الطائرة، نريد أن ننام. بس ده لسه بدري قوي. الله، مش قلتوا عايزين تناموا؟ قبل أن ننام نحب أن نسمع أغنية مفضلة. طيب، ممكن أسمع معاكم أغنية مفضلة؟ أونجاكو سايسي، أونجاكو سايسي. ايه ده؟ انتوا بتشغلوا الجهاز بالبق كده؟ بصمة الصوت دي؟ بصمة الصوت، بصمة الصوت، شغل ياباني اصلي طبعا. ما هم جايين من اليابان، هم جايين من بنها العسل. على فكرة احنا في شارع عبد العزيز عندنا حاجات زي كده يعني، عشان تبقوا عارفين. وفرادي وطلعت برضو يعني. يلا يا محرم،
انت نازل ولا ايه؟ مش قلت هتاخد النهارده اجازه عشان تقعد مع العيال؟ عايز الحق اروح الاداره التعليميه عشان اشوف هقدم لهم ازاي، مش عايز الوقت يسرقني. طب اقعد كلك لقمه الاول. عايز الحق مشواري. ايه؟ ما بتفطروش ليه؟ نحن في انتظارك يا ابي، نحن نبدا بالشيله. يا سلام، واحد بقاله فتره ما استحماش بميه سخنه. انت بقالك فتره ما استحمتش اساسا. البركه في ولاد اخويا، صلحوا السخان. هما اللي صلحوه. ايه يا بدريه، عملت لهم الفطار اللي في الليسته؟ بالملي يا اخويا، بس كان نفسي جنب الرز كده اعمل لهم طبق ملوخيه ولا دقيقه باميه. باميه ايه على الصبح؟ ايه العك ده؟ يعني هو الرز مع الرنجه اللي مش عك. طب خليك انت في قصعه المونه اللي انت هتضربها دي. ما تقعد تفطر معانا يا ابو ناصر. لا مصطفى، عبد الرحمن، ما تعتبوش بره باب الشقه. بدرية، خد بالك من العيال. دول في عينيا يا اخويا. تلاش يا ابو ناصر، هنخلي بالنا منهم. صغر اللقمه، صغر اللقمه. والله انا نقلك المدرسه في لبنان. هو في كده؟ والله انا طول عمري بحب لبنان وناس لبنان. اسماء بناتك الامارات اللبنانيات اللي انت عايزه تنقليهم هنا ايه عشان اسجل اسمائهم؟ اليسا وهيفا. اليسا وهيفا، ما شاء الله، اسماء جميله واصوات جميله، اكيد إيه؟ طالعين لمامتهم. اصل احنا عندنا مثل مصري بيقول اقلب القدرة على فمها تطلع البنت لامها. يا شبطه بيه، حضرتك ما ردتش عليا عشان انا مستعجل. يا بني ادم خلي عندك دم، اهدى شويه. انا برضو اللي اهدى شويه يا بيه. انا سايب علي في البيت لوحدهم، عايز ارجع لهم. انت ما تعرفش الموضوع. يعني ايه؟ ما كل عيالنا في البيت، انت عيالك في البيت وانا سايب عيالي في البيت وانا هانم. اكيد اكيد سايبه لسه وهيفا في البيت. مش كده برضو يا هانم؟ ايوه يا سيدي، بس تلاقي الهانم سايباهم مع عاصي الحلاني، لكن انا سايبهم مع استرجي. لك شو هالعمى؟ انطر شوي. ما سمعتش؟ خلي عندك احساس ودم، انطر شويه. عن اذنك لحظه واحده بس، هخلص عليه وارجع لبناتك بتوع لبنان. والله انا طول عمري بحب لبنان وناس لبنان. يا استاذ ايميل لحود، خلاص خلاص يا سيدي. عندك ثلاث حاجات، يا مدارس حكومه، يا مدارس خاصه، يا مدارس انترناشونال. انا عايز ادخلهم احسن مدارس. مدارس انترناشونال التكلفه لا تقل عن 80,000 جنيه في السنه. طب والخاصه؟ لا تقل عن 20,000 جنيه. مفيش حاجه ب 2000؟ عندي، عايزها مقلم ولا ساده؟ يا عم هو انا جاي اشتري بجامه؟ انت هتهزر؟ انت اللي بتهزر يا استاذ، بتعطلني. اتفضل، ادي الليسته اهي بتاعت الحكومه. شكلك والله يا هانم انا طول عمري بحب لبنان وجبال لبنان وناس لبنان وكريز لبنان. ندى يا جماعه كده بقى، اتحاسب الصف. ابوس ايديكم، ها الرجاله كده والستات كده، وكل واحد عارف اللي وراه ومين اللي قدامه. عايز اسامح. اصلح ده. اصلح ده؟ لا ده تعمله حط سامك. يلا حبيب، يلا اخويا. تعال مغاوري، تحسبك 55 مروحه و40 خلاط و30 مكوى، يبقى اللهم صل على النبي الحساب 125. اللهم صل على النبي، ده انت اسرع من الكالكوليتور. الشيخ طواط، 100 مسا على دماغك يا معلم. هو في ايه؟ يلا اتك على الله. ما في ايه اللي حصل؟ في كده ليه يا جماعه؟ هو في ايه؟ يا نهار اسود، انا في البيت مركز زينا عشان فيها بحاره. يلا يا جدع من هنا، انت هتضرب الزباين. بتتبلطر على النعمه. يلا يا عم حاج، ما تخافش يا حاج، هجيب لك بدادين. يلا يا حاج، يلا حد ليش يلا حد بتسترزق من ورا العيال يا شاهين؟ الله فيها محرم الله، وانا غلطان اللي انا وجهتهم. ده العيال في ايدها صنعه توكلها الشات، ده الايد البطاله نكسه. قول لنفسك يا اخي. ما خلاص بقى يا اخويا، ما حصلش حاجه، ده كله هدي نفسك. انت تخرطي خالص. يلا من قدامك. يلا يا شاهين، يلا قدامك. يلا يا شاهين، شايفه بيزعق ازاي؟ انا ما خدتش شهاده ضمان. شهاده ضمان ايه يا عم؟ انت فاكر نفسك في العجيل؟ اتكل على الله يا حاج. على فكره انا زعلان منكم، اللي انتوا عملتوه ده غلط. تعلمنا نسمع كلام الكبار. انتوا عملتنا شيء كبير. عندكم حق، انا اللي غلطان، بس بعد كده ما تسمعوش كلام حد غيري، مفهوم؟ ابي هل ممكن نعود الى اليابان؟ عايز تسيب مصر بسرعه كده؟ دي مصر دي جميله قوي يا مصطفى، دي فيها الاهرامات. انتوا مش عايزين تشوفوا الاهرامات؟ نعم يا ابي، نريد ان نراها. اخلص بس موضوع المدارس بتاعه كده واوديكوا الاهرامات ان شاء الله. بقول لكم ايه،
شوفوا لي الموبايل ده بيهنج ليه. ربنا يخليهم. شكر قوي. الاوراق تمام؟ كله تمام. يقدروا يجوا المدرسه من بكره؟ لا مش بسرعه كده، لازم الوزاره تمتحنهم الاول. ليه ليه هتمتحنهم ليه يا فندم؟ دول اليابانيين، يعني هم اللي يمتحنوا الوزاره. ده قانون حضرتك، الوزاره لازم تعمل لهم امتحان تحديد مستوى. بالنسبه لسنهم هم المفروض رايحين ثالثه ابتدائي، يعني لازم الاداره تمتحنهم في منهج ثانيه ابتدائي. يا نهار ابيض، ده حوسه، دول هم ست شهور. طب قد ايه منهج ثانيه ابتدائي ده؟ اصل انا بشتغل وما عنديش وقت. حد يبقى عنده ولدين جمال كده ويبقى فرطه؟ بص انا اصلا ضد الدروس الخصوصيه، بس انا ما عنديش مانع اذاكر لهم. ازاي يعني؟ هو مش حضرتك في الاداره؟ لا انا مسؤوله بس عن طلبات الالتحاق بالمدرسه، بس انا اصلا اخصائيه اجتماعيه وبدرس حساب لسنه ثالثه عشان عندنا نقص في المدرسين. ما شاء الله ما شاء الله بجد. ما هو انا عايز النوعيه اللي زي الاستاذه لبنى دي. مش قاعده بتلقط رزقها، مش مكتفيه بالوظيفه وقاعده كده مريحه. اهو بص يا فندم، انت تشوفي الولاد واحنا برضو هنشوفك، مش هنبخل عليكي يعني. بس انا مش عايزه اي حاجه، بالعكس دول هم اللي هيفيدوني مش انا اللي هفيدهم. انا هضمهم لعينه البحث بتاعي، اصلا انا بحضر ماجستير في تاثير تغيير البيئه على نمط سلوك الطفل في ظل المشكلات الاجتماعيه المستحدثه. لا اله الا الله، ده من ايه ده؟ طب بحضرتك نساعدك ازاي؟ بتقبلي تبرعات؟ طيب انا مش فاهم ايه المطلوب يعني. ولا اي حاجه. تحب ابدا اذاكر لهم من امتى؟ يا ريت لو من بكره. مين فيكم مصطفى ومين عبد الرحمن؟ انا مصطفى. وانا عبد الرحمن. طب شيك هاند يا مصطفى، انت عبد الرحمن. اتفضل. ما قلتليش بقى يعني هتاخدي كام في الحصه؟ مش هاخد. برضه مفيش فايده فيكي، هتدي درس العيلين وببلاش؟ يا ماما يا حبيبتي انا قلتلك ان هم اللي هيفيدوني في عينه الماجستير بتاعتي، يعني المفروض انا اللي ادفع لهم فلوس مش هم. ما هو ده اللي كان ناقص. مش كفايه هاريه نفسك طول النهار في المدرسه شغاله في الاداره واخصائيه اجتماعيه ومدرسه، وكمان يا ريتها مدرسه عدله الا في الاخر مدرسه حكومه. ما هو لو كل اللي بيشتغلوا في مدارس حكومه قالوا زي ما انت بتقولي كده وسابوا العيال وهربوا، العيال مش هتلاقي حد يعلمها. اصلهم بيطلعوا متعلمين قوي. يوم 8 في الشهر استلف راجل من جاره مبلغ 100 جنيه، والراجل ده اتفق معاه ان هو يسدد له المبلغ على دفعات يوميه متساويه من يوم 10 في الشهر لحد الشهر ما يخلص. فكم مبلغ الدفعه اليوميه وكم سيسدد بعد مرور 10 ايام؟ قول يا محمود. صفر. ده ازاي بقى؟ لان محدش بيستلف حاجه ويرجعها يا ابني. طب اقعد يا فاق. المسألة دي غلط يا أبلة. ليه بقى إن شاء الله أنت كمان؟ أنا أبويا بيستلف من أول الشهر. هتجيبولي القلب، حد عارف ولا لأ؟ قول يا خال. الكام اليومية 5 جنيه، وبعد العشر أيام كل سجل 50 جنيه. برافو شاطر يا خالد، كلنا نسقفك. إيه يا مصطفى؟
إجابة خاطئة يا أستاذ ربنا. ليه يا مصطفى؟ هذا السؤال له أربع إجابات، لأنك لم تحدد يستلف في أي شهر. مثلا في شهر أبريل إجابته صحيحة لأنه 30 يوم، أما في شهر مارس سوف نقسم على 21 يوم. أما إذا استلف في شهر فبراير سوف نقسم على 18 يوم.